السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجو شمس وجميل، واليوم إن شاء الله جولتي حوالين البحيرة وضواحيها. هذا الجبال ما شاء الله يعني من غير غيوم، الجو حلو. إن شاء الله بعد شوي نشوف البحيرة عد. إن شاء الله بروح صوب المطاعم هذه، شوف المنظر ما شاء الله تبارك الله. وهذا السوق ما شاء الله، يعني نهاية السوق هذا يسار يكون المطاعم اللي على البحيرة. شو ايش مكتوب هنا؟ ارحبوا ارحبوا اهل الخليج البقاء. شوف هذا مبيل شاورما بس على شوي طريقته، شوي يطلع على البحيرة ما شاء الله. شوف الجبال. هالمرة غدانا مشاوي. تشكر درو. زين، اما الكبسات عندي ما يحتاج. ما شاء الله المشويات ممتازة. عموما يعني اللي انا اشوفها الاسعار معقولة. شوف شلون يسويها. صيخ الشوارع. ما نعدله ما شاء الله. مرتب. لو انا اقعد ساعة يمكن يلا اسويها. لكن طريقته حلوة. أنا طلبتها المرة الثانية. ختام هالمطعم الحلو، المشويات الحلوة، الشاي على هالجو الحلو. شوف هذه قالها رز بالحليب، هذه لا تطوفك أبدا. بإذن الله بعد المطعم على طرف البحيرة هناك في مدينة ألعاب حق أطفال إن شاء الله رايح لها. ما شاء الله يا المنظر. أبروح هناك صوب البراشوت، إذا تشوفون البراشوت حاول ألحق بالطيارة. شوف ما شاء الله، أنا قلت أركب البراشوت قالت أمي ما تركبه. شوف فوق اللي هناك إن شاء الله بإذن الله. ما شاء الله أركب السفاين هذا اللي بعد بإذن الله. شوف الجو حلو اليوم ما شاء الله. طيارتي معاي ان شاء الله، اشوف مكان امن واطيرها ونشوف الاجواء باذن الله. ما شاء الله تبارك الله، والعاب الاطفال هذا كيف. بحاول اني اركب الباراشوت هذا. شوف ينزل هني بس من وين ينطلق ما ادري. شمس معاكسة طبعا، رؤية ما تكون واضحة بالطريقة هذه. هذا والله شيء الهوتيل هذا. إن شاء الله نركب ونصف دور هنا أنا وأمي. ولبسوني هذا زين طبعا على القوارب. 20 دقيقة القارب، 20 دقيقة ب50 ليرة. شوف البطة هذه تطير، قبل شوية طبت. البحيرة ما شاء الله تبارك الله. وركبت أنا أمي زين، لكن من اللي جدف؟ أنا اللي جدف بروحي، أمي ما تجدف. ما شاء الله تبارك الله، أحلى جو. وزنقول ما شاء الله حد الآن ما شفت ولا غلطة. ما شاء الله تبارك الله، من جو من سياحة من أسعار. شوف منظر الجبال هذا، جبت الطيارة عليهم وساع صعدتها ورا الجبال فوق هناك. شوف المنظر ما شاء الله. طبعا انهار اللي فوق كله يصب، كله يصب على البحيرة هذه، الانهار اللي جاية من فوق. شوف ما شاء الله تبارك الله المناظر. بحيرة أوزنقول التركية. اليوم الجو عجيب، صافي 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 جدا. يقولون تقريبا كل 8 أيام يصير الجو صافي، والباقي كله ضباب وغيوم وأمطار.
لياقة ماكو، لكن هالجو هذا يسوى انك تجدف. ما شاء الله تبارك الله. ان شاء الله هذا راح اركبه بس ما ادري مكانه بالضبط. شوف هذا اثنين ترى مو واحد، اللي المظلي واللي قدام هو صاح. شوف الحين قرب وين راح ينزل؟ راح ينزل هناك ورا. بكمل طريقي شوي، بروح المكان يستأجرون فيه الدراجات. ما شاء الله تبارك الله، اليوم الجو صافي جدا. شوف هذا بقيات هني زين، قواري نشوفه. تبي القاري هذا ولا الثاني؟ هي بعد النوعية هذه في هذا. أنا ودي أجر هذه لكن عندي هذه. شوف شلون عبيتها فول ديزل بطربزون، تقريبا طربزون 90 كيلو. للحين ما نقص من البنزي من الديزل شخطة واحدة، حتى عيالنا ياخذونها يقزونها يروحون فيها. شوف ما شاء الله الجو. لا اله الله. افكر اليوم هل اسوي كبسة او شوي، عندي تصوير جوي يمكن انزله باليوتيوب بروحه او مع المقاطع هذه. اليوم يا ابونا الربع كبسه منور علي ملحان. هلا ابو جابر. هلا مرحبا. هلا ابو طلال. فهد مريف. وين فهد مريف؟ هذا فهد مريف في الرساله اللي بالكويت يعرف. خلاص اوكي اوكي. من فهد من علي ملحان. نبي ناخذ ان شاء الله. هذا نسوي ان شاء الله كبسه. لا اله الا الله، اذان العشاء. في بعد عندهم إيجار دوا، وأيضا بعد تقدر تأخذ متبل وجاهز اللحم. أنا خذيت 3 كيلو اليوم. إن شاء الله العشاء علي وهالجدرين، إن شاء الله على هالجو الحلو. ما شاء الله اليوم قمرة.
ولله الحمد الجذور ونورنا ابو يوسف جاري بصلي بخات البيت مقابل البيت الله يعافيك. هلا ابو جابر هلا علم ليحان الجهراوي مرحبا وابو طلال وبسم الله وهذا الكبسة ما شاء الله تبارك الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حط لي العشير